عشرة الأخبار من الموريتانية إلى أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يستقبل بمقر إقامته في الخرطوم رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي. انطلاق أشغال ملتقى حول الأرشيف السمعي البصري في بلادنا الواقع والآفاق تنظمه وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. مدينة كيهيتي تحتضن انطلاق الحملة السنوية لصيانة الطرق الواقية من الحرائق البرية للمحافظة على المراعي الطبيعية. مرحبا بكم. حضر رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز ونظيره السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم بالقصر الجمهوري في الخرطوم حفل التوقيع على 7 مذكرات تفاهم واتفاقية وبرنامجين تنفيذيين لتعزيز التعاون الموريتاني السوداني. ويأتي هذا التوقيع في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الموريتانية السودانية التي جرت بالعاصمة السودانية برئاسة قائدي البلدين الشقيقين. وسنعود لهذا الخبر لمزيد من التفاصيل في نشراتنا المقبلة بحول الله. واستقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بمقر إقامته في الخرطوم السيد موسى فاكي رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي. تم خلال اللقاء بحث القضايا الإفريقية وسبل تفعيل العمل المشترك في إطار هذه المنظمة القارية. وجرت المقابلة بحضور السيد محمود كن المندوب الدائم للاتحاد الإفريقي في السودان. وأدى رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم ضمن برنامج زيارته الحالية لجمهورية السودان الشقيقة زيارة لمجموعة صافات للطيران في أم درمان. ورافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني المهندس معتز موسى عبد الله رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الجمهورية. وتابع رئيس الجمهورية بقاعة الاجتماعات في المجموعة عرضا عن مكوناتها ومراحل عملها وخريطتها الهندسية وطبيعة إنتاجها، كما قام بجولة في مختلف أجنحة المجموعة الصناعية وورشاتها واستمع إلى شروح حول مراحل التصنيع وجودته ومدى تلبيته لحاجات السوق في هذا المجال. وتفقد رئيس الجمهورية ميدانيا مصنع الطائرات الخفيفة ومركز صيانة وتطوير المروحيات ومركز صيانة الطائرات المقاتلة واطلع على نماذج منها ومركز صيانة طائرات النقل وتعرف على تجربة السودان المهمة في هذا المجال. وتم خلال الزيارة منح رئيس الجمهورية درع مجموعة صافات الصناعية. ومن النشاط البرلماني في هذه النشرة، استقبل رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد ول بيرير صباح اليوم بمكتبه في نواكشوط السيدة ربيها بنت عبد الودود رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سلمته التقرير السنوي للجنة لسنة 2017 حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا. وتضمن التقرير من بين أمور أخرى حصيلة إنجازات اللجنة لسنة 2017 وجهود محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق وحماية النساء والأطفال وتحسين ظروف الاعتقال والحقوق الاقتصادية ومحاربة الفقر. جرى اللقاء بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية السيد عبد الله والصالح وعدد من مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي الجمعية الوطنية دائما عقد مؤتمر الرؤساء صباح اليوم اجتماعا برئاسة السيد محمد ول بيرير رئيس الجمعية وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيدية تنديا. واستعرض المؤتمر خلال هذا الاجتماع مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية الوطنية حيث قرر إحالة 7 مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة. بدأت اليوم بمدينة كيف أعمال ندوة تحسيسية منظمة من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين.
وتهدف الندوة التي يشارك فيها علماء وإمة وقادة رأي من ولايات العصابة إلى نقاش عروض حول الموقف الشرعي من المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها على النفس والبدن، بالإضافة إلى دور العلماء في مواجهة مخاطر هذه الظاهرة. الحملة التحسيسية التي تقودها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في وجه انتشار المخدرات في البلاد، حملة تتواصل على شكل ندوات فكرية جادة عبر مناطق الوطن. هنا في مدينة كيف يلتئم هذا الجمع من الأئمة والعلماء وجها لوجه مع قادة القطاع ورموز الفكر وكبار العلماء، تبيانا لموقف الشرع من المخدرات وتوضيحا لمخاطرها الجمة، واستنهاضا لطاقات الأئمة والعلماء للمشاركة بفاعلية في حماية المجتمع من الأخطار والأضرار. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، واستهلالا لفعاليات هذه الندوة، أكد على دور المنبر في ردع الخطر. تلك الحملة المهمة التي حققت نتائج معتبرة وشملت كافة مناطق الوطن، وكما تعلمون فقد حقق علماء وأئمة المساجد في ولاية العصابة نتائج مهمة في الحد من تفشي وتعاطي هذه المواد الفتاكة، وهذا ما يجعلني أؤكد مرة أخرى على أهمية تسخير منابركم البضاءة خدمة لهذا المسعى التنموي المتميز، وضرورة التركيز في هذه المهمة النبيلة على فئة الشباب المعرضة للتغرير أكثر من غيرها، وتبيان الأضرار الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه السموم المميتة وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع. إن أملي كبير في أن تساهم محاور هذه الندوة القيمة في دفع وتطوير أداء هذه الحملة على مستوى ولاية الأصابة ليتحقق المزيد من التقدم والنجاح. وبحضور ممثلين عن قيادات الأئمة ورابطة العلماء، تحدث النائب الأول للأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين، تحدث عن حرص الشرع على حماية المجتمع وسهره الدائم على سلامة الناس. إن هذه الظاهرة يجب أن يقف أمامها الجميع، الإمام في منبره، والشيخ المحضرات في محضرته، ورجل الأمن في موقعه، والإداري في مكتبه، كل الجهات المعنية في الدولة لا بد أن تكون صفا واحدا في وجه هذه الظاهرة البالغة الخطورة، لأنها ظاهرة مدمرة للدين والدنيا معا. لذلك فإننا ندعو من على هذا المنبر كافة أصحاب الرأي الديني الموجودين معنا الآن من أئمة ومن علماء ومن شيوخ إلى أن يقدروا هذا الموضوع حق قدره، وأن يجعلوه في موقعه الصحيح من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، ويعالجوه انطلاقا من هذا البعد. وفي نفس السياق جاءت كلمة عمدة كفا السيد محمد لمين والسيد إبراهيم، متحدثا عن الحملة الوطنية ضد المخدرات، مؤكدا على ضرورة المشاركة فيها من لدن جميع فئات المجتمع وقواه الحية. يشارك في هذه الندوة 40 من العلماء والأئمة، وتدوم يومين مشروعة بنقاشات وتوصيات. ونعود إلى العاصمة، حيث احتضن مباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اليوم أشغال ملتقى حول الأرشيف السمعي البصري في بلادنا الواقع والآفاق، منظم من طرف مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري التابع لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ويهدف الملتقى إلى تشخيص الحالة العامة لواقع الأرشيف السمعي البصري ودراسة الوسائل والسبل الكفيلة بحفظه على الوجه الأكمل. على مدى يومين سيتابع المشاركون في هذا الملتقى المنظم من طرف مشروع حفظ الأرشيف السمعي البصري التابع لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان عدة عروض تتعلق بالتكفل بحفظ الوثائق السمعية البصرية وتوفير التراث السمعي البصري في شكل قابل للاستغلال عند الحاجة، إضافة إلى حفظ هذا التراث الهام بشكل آمن. وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة هوا شيخ سيديا تانجا أكدت خلال إشرافها على هذا الملتقى على الدور الهام الذي يناط بهذا المشروع المكلف بحفظ التراث السمعي البصري الوطني، مؤكدة أن إنشاء هذا المشروع يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي تليه السلطات العليا في البلد للتراث السمعي البصري في البلاد باعتباره جزءا هاما من تاريخنا الوطني. منسق المشروع أوضح في مداخلته السياق العام لإنشاء مشروع بهذا الحجم يهتم بالتراث السمعي البصري في البلاد. سعيا إلى تفعيل هذا المشروع، قامت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
بتنظيم هذا الملتقى التفكيري التشاوري مع مختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين والمهنيين والعاملين في حقل الاتصال السمعي البصري والشخصيات المرجعية ذات الصلة بالموضوع والشركاء في التنمية بهدف تشخيص الحالة العامة لواقع الأرشيف السمعي البصري ودراسة الوسائل والسبل الكفيلة بحفظه على الوجه الأكمل. ويمكن حصر الأهداف المرجوة من هذا المشروع بشكل عام فيما يلي: حفظ التراث السمعي البصري وفق تقنيات آمنة وحديثة، توفير التراث في شكل قابل للنشر والاستغلال عند الحاجة. المشاركون في الملتقى تابعوا عروضا تطرقت للأساليب المتبعة لحفظ التراث السمعي البصري في أبرز المؤسسات الإعلامية العمومية في البلد. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول موضوع حفظ وتضمين الأرشيف الوطني السمعي البصري في بلادنا. إلى ولاية غرغل، حيث انطلقت اليوم في مقاطعة تيشان التابعة لبلدية جول بمقاطعة كيهيدي الحملة السنوية لصيانة الطرق الواقية من الحرائق البرية للمحافظة على المراعي الطبيعية. وتستهدف هذه الحملة التي تستغرق 7 أشهر صيانة آلاف الكيلومترات من الخطوط الواقية من الحرائق على مستوى الولايات الرعوية. تستهدف هذه الحملة التي تستغرق 7 أشهر صيانة 7000 كيلومتر طول على مستوى الحوضين والعصابة وكيدماغا والبراكنة وترارزا. وقد تمت العملية على ضوء التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد هذه السنة، مع توزيع متساو من حيث المساحات في عموم الولايات الرعوية. وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أميدي كامرا أشار إلى أن التقييم الذي قم به من قبل المصالح الفنية لقطاع البيئة وقطاعي الداخلية واللامركزية والبيطرة على مستوى الولايات الرعوية بيّن إنتاج كميات هامة من المراعي تمكن من سد حاشيات المواشي الوطنية لفترة طويلة من هذه السنة. ونبه الوزير إلى أن الحرائق البرية تشكل عوامل كبيرة لتدهور المصادر الطبيعية والأراضي، مسببة بذلك خسائر على التنوع البيولوجي والأشخاص وممتلكاتهم. وأضاف الوزير أن الحكومة تعد حملات سنوية لمواجهة هذه الوضعية من أجل حماية المراعي من الحرائق البرية، وأن هذه الحملة تعتمد على 3 محاور أساسية تتمثل في شق وصيانة الخطوط والتحسيس والتعبئة وإخماد الحرائق البرية. وأضاف السيد أميدي كامرا وزير البيئة والتنمية المستدامة أن الحكومة بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز قررت عبر قطاع البيئة إطلاق حملة حماية المراعي. ودعا وزير البيئة والتنمية المستدامة الجميع من سلطات عمومية وتنظيمات المنمين والمنمين أنفسهم والفاعلين والمزارعين وصناع الفحم الخشبي إلى التحلي باليقظة في تعاملهم مع النيران في المناطق ذات الكثافة الرعوية. هذا وتتولى الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال سنت تنفيذ عمليات صيانة الخطوط الواقية من الحرائق في عموم الولايات المستهدفة. وفي قرية الأجواد بولاية الحوض الشرقي أشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر مساء أمس على تدشين مدرسة ابتدائية مكتملة تتوفر على مختلف التجهيزات الضرورية لعملية التدريس. فلكلور شعبي في قرية الأجواد التابعة لبلدية بانغو ينساق عفويا ليترجم بصدق خارج خيمة الاحتفال وداخلها. جاء الفلاح وجاء خير وأحبار. يعود شهر نوفمبر ليقطع شريط الذكريات، هذه المرة موشحا بأحلام تتحقق حين تستبدل وكالة التضامن هذه الفصول الضيقة بمدرسة عصرية تتربع في قلب قرية الأجواد. وحين يقارن الصغار بين درس الأمس ودرس اليوم ثم يغنون مع المعلم ذي الصوت الرخيم الواقف على عتبة من رخام. حالا نقرأ مرتاح قاعة وسيعة ما فيها الحمار وزينة متنظفة. كان يقرأ في قسمين متهالكين
اليوم الحمد لله جاءت هاي وكالة التضامن وبنات هذه المؤسسة الكبيرة. المدير العام لوكالة التضامن ورفقة السلطات الإدارية والأمنية في ولاية الحوض الشرقية تجول بين المكاتب وقاعات الدرس في مدرسة أبي بكر الصديق ذات الطابقين للوقوف على وقع هذه المنشأة المكتملة والمجهزة معدات ولوازم أيضا من وكالة التضامن. هذه الوكالة لين قرر رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز تعدال هذه الوكالة أرسم لها هذو الأهداف. أولا صلاحياتها وطنية، معناها عنها تشتغل في البلديات كاملات المقاطعات كاملات والولايات كاملات. الثانية هذه الوكالة اللي معدلة من أجل مكافحة مخلفات الرق والفقر عن ذا كامل ما يقدر قاج يمرقوا مو عن طريق التعليم، معناها عن هذا التعليم يارتكم تعرفوا عنه أساسي وأساسي لكم التومة غير أساسي الموريتاني فاصلة مواطنينها كاملة وأولادها وبناتها كاملين عودوا قارين. الأولاد خلوهم يمشوا قراو، خلوهم لا تشقلوهم في الحريثة ولا تشقلوهم في الشارتات ولا تشقلوهم في شيسوشهم، خلوا الأولاد والعلاية الطافلات خلوهم يمشوا قراو. سكان القرية ثمنوا هذا الإنجاز الذي انتظروه طويلا. هذه المدرسة والله اللي كنا محتاجين لبعد حتى، وجاتنا ما شاء الله مدرسة زينة حتى ما شاء الله ومهمة عندنا وفينا قايتها. أيدينكم على هذه المدرسة اللي أدلتونا جميلة، ما كانت عندنا مدرسة. وفي الطريق إلى النعمة توقف المدير العام لوكالة التضامن ووفده المرافق على مشارف المدينة للاطلاع على سير الأشغال في مشروع طموح لحفظ المياه من شأنه أن يروي عطاش النخل المهددة بسبب ندرة الماء، حيث تتواصل أعمال البناء لإكمال عمليات الحفر والردم تمهيدا لاستفادة أكبر من المياه للشرب والزراعة. انتقل فجر اليوم إلى جوار ربه الأديب والشاعر محمد فاضل والعبد الدايم بعد صراع مع المرض، وقد عرف الفقيد رحمه الله بعطائه الأدبي والثقافي عبر برامج توجيهية وتثقيفية بإذاعة موريتانيا والتلفزيون الوطني. ورقة تأبينية عن الفقيد مع الزميل السيدي والبوي أحمد. نعم بتوبة بالمفهوم الموريتاني تنطلق على الراجل اللي عود، أول عود ما حاسس بنفسه بعد قاع، هذه واحدة، هاي سمة من سماته، صفة تميز يتميز بها الراجل عن الرجال الآخرين. بعد ستة عقود من العطاء الثقافي عموماً والأدبي والإعلامي على وجه الخصوص، غيب الموت فجر اليوم أحد الهامات الصحفية الوطنية بعد صراع مع المرض، إنه الشاعر والأديب والمثقف محمد فاضل والعبد الدايم. رافق المرحوم بإذن الله عميد الأدب الشعبي الراحل محمد والسيد إبراهيم في مسار إبداعي وأدبي لحفظ التراث الموريتاني والحساني بشكل عام، عرفه المستمعون لإذاعة موريتانيا من خلال برامجه المميزة وصوته الهادي الذي دخل البيوت واستقر في القلوب وعاش معه المستمعون لحظات خلدت موروثنا الثقافي وقيمنا الفاضلة. ياسر من الناس اللي نحن نعرفهم كاملين، يا غير نعرفهم الله من خلال الشعراء اللي جابوا لنا وصفهم في كلمات الله. عمل المرحوم محمد فاضل والعبد الدايم بإذاعة موريتانيا منتجا ومقدما وشاعرا وأديبا ومعدا للكثير من البرامج الأدبية والثقافية، فكان رحمه الله مثالا للتواضع والالتزام والتضحية وحب الوطن والناس. خدم المرحوم الإعلام والثقافة عبر توثيق محكم للحظات الإبداع الأدبي وعكف على تأليف كتب متخصصة في مجالات ثقافية متعددة. رحل الأديب والمثقف والشاعر والإنسان محمد فاضل والعبد الدايم بعد عقود من بث القيم الفاضلة عبر برامجه المشاهدة والمسموعة وبقيت أرشيفا بالإذاعة والتلفزيون، يوثق بالصوت والصورة لموروثنا الغني وما وراء عبقريته الأدبية من أخلاق وحرص على بث القيم الفاضلة بين الناس. رحم الله الفقيد محمد فاضل والعبد الدايم وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذه المناسبة الأليمة فإن التلفزة الموريتانية
إدارة وعمالا ترفع تعازيها الخالصة ومواساتها إلى أسرة الفقيد، راجية من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى الاقتصاد ومحمد البديد. مساء الخير زميل أحمد دو. الاقتصاد مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. قالت الصين إنها أنفقت 3.9 تريليون إيوان على التعليم هذا العام بزيادة 7.64% عن العام الماضي. وذكر بيان رسمي صادر عن وزارة المالية بأن أكثر من 3.13 تريليون إيوان من الإنفاق كان في صورة مصروفات مالية، والتي تجاوزت قيمتها 3 تريليون إيوان للمرة الأولى بزيادة 7.44% عن العام السابق، وهو ما يمثل حوالي 4.22% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفعت مبيعات السيارات في الصين للشهر الرابع على التوالي عبر بيع 2.71 مليون سيارة. وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصناعة السيارات أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بنسبة 5.7%، وزادت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 2.34 مليون سيارة. في غضون ذلك شهدت أسعار الحديد هبوطا طفيفا في الفترة الأخيرة، ويقول المختصون إن ذلك قد يساعد في زيادة الإنتاج في مصانع السيارات. في مالي مشاهدينا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا النشرة الاقتصادية انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، لكن النشرة الثامنة ما زالت متواصلة صحبة زميلي أحمد دول حسن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أرسلت القوات الاتحادية العراقية المزيد من التعزيزات إلى مناطق غربي محافظة نينوى قبالة مناطق البشمرقة في وقت تقول فيه السلطات العسكرية العراقية إنها أحبطت هجمات لتنظيم الدولة بمنطقة تلعفر غربي نينوى. قال مسؤول بوزارة البشمرقة بتصريح صحفي أن القوات الاتحادية بعثت تعزيزات إلى مناطق غربي نينوى قبالة المناطق التي توجد فيها قوات البشمرقة، مضيفا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار رسمي بين الجانبين. وكانت القوات الاتحادية قد شنت الشهر الماضي حملة عسكرية لبسط سيطرتها على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ومنها محافظات نينوى وكركوك والديالي، وذلك عقب إجراء إقليم كردستان العراق استفتاء للانفصال عن العراق في 25 سبتمبر الماضي. واستطاعت القوات الاتحادية السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها، غير أن اشتباكات وقعت بين الطرفين في محافظة نينوى. بعد تحديد هوية المهاجم الذي أطلق النار على كنيسة في ولاية تكساس وتسبب في مقتل 26 شخصا وإصابة 20 على الأقل، أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن منفذ العملية الجندي السابق في سلاح الجو ديفين باتريك كيلي تمكن من حيازة سلاحه الناري بسبب خطئها في عدم إدراج اسمه في سجل أصحاب السوابق. وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو أن ستيفانيك إن المعلومات الأولية تظهر أن جريمة العنف الأسري التي ارتكبها كيري لم تدرج في سجل المركز الوطني للمعلومات الجنائية. وأضافت أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب حصول هذا الخطأ والتأكد من عدم وجود أسماء مدانين آخرين لم تدرج في سجل أصحاب السوابق العدلية.
محمد والطلحة والرياضة. شكرا أحمد. أهلا بكم إلى النشرة الرياضية بعد الفاصل. يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة مراكش المغربية معسكره التحضيري استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام مطلع العام المقبل. ويواجه المنتخب الوطني خلال معسكره التحضيري نظيره المغربي في العاشر من الشهر الجاري، وقد انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين في عام 2014 بفوز أسود الأطلس بخمسة أهداف دون مقابل. وكان الناخب الفرنسي كورتي مارتينيز قد استدعى قائمة من 23 لاعبا بعضهم يرتدي القميص الوطني لأول مرة، مثل هداف نادي الإكسر محمد سالك مخيليك وإبراهيم محفوظ لاعبي تفرغ زينة. أجرى المنتخب الوطني للشباب صباح اليوم مرانا خفيفا استعادت اللياقة تحت إشراف المدرب المالي بايباه، وذلك في معسكر الفريق الذي يقيمه في مدينة يونبور السنغالية. وكان منتخب الشباب قد وصل أمس إلى المدينة السنغالية في مستهل معسكر خارجي تحضيرا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب، وسيشارك المنتخب خلال هذا المعسكر في بطولة ودية تجمعه بالسنغال والمغرب وفريق ديامبار. أنهت إدارة فريق أفسا نواديبو مهمة المدرب المساعد يعقوب فال بالتراضي، وذلك بعد أن عمل تحت قيادة المدرب الكاميروني أنجويا خلال الجولات الستة الماضية من الموسم الحالي والتي انفرد خلالها الفريق بصدارة الدوري. وأوضح النادي أن مهمة المدرب فال التي انتدب من أجلها بالمرحلة الثانية من الموسم الماضي عندما تم تعيينه مدربا مؤقتا للنادي خلف الجزائري مصطفى السبع قد انتهت. نهاية أخبار الرياضة بعد الفاصل، تلتقون أحمد الحسن. نهاية النشرة إلى العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بمقر إقامته بالخرطوم رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي. انطلاق أشغال ملتقى حول الأرشيف السمعي البصري في بلادنا الواقع والآفاق تنظمه وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. مدينة كيهيدي تحتضن انطلاق الحملة السنوية لصيانة الطرق الواقية من الحرائق البرية للمحافظة على المراعي الطبيعية. نهاية النشرة، إلى اللقاء. الرياضة هي الصحة، وبالتالي تحكم على ياسم الأمور اللي ما هي ضرورية كالمخدرات وتصلح الأجسام. الرياضة هي أحسن شيء. باسوات صار من يومين إلى ست أيام من دون كونكسيون واتسابك تمام تواتسابي مع أهل الدشرة والأخيام باس 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 واتساب باس واتساب حصر الموريتيل أكتيفي باس واتساب وعجل شاتي ومشي فوكالات للكل باس 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 واتساب. تمتعوا بالواتساب بدون اشتراك بالإنترنت حصرياً عند موريتيل.
باس واتساب لموريتيل متاح بثلاث صيغ، باس يومين ب200 أوقية، باس 4 أيام ب300 أوقية، باس 6 أيام ب500 أوقية. لتفعيل باس واتساب اضغطوا نجمة 123 نجمة رمز التعبئة نجمة 5 مربع. باس 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 واتساب. موريتيل، عالم جديد بين يديك. زيادة 100% الدار. بفضل زيادة 100% الدار، عبئوا هاتفكم الثابت واتصلوا نحو جميع الشبكات مقابل 30 أوقية فقط للدقيقة. زيادة 100% الدار صالحة أيضاً لاشتراككم الثابت أهلي، ولراحة أكثر استخدموا بطاقات الجوال لتعبئة هواتفكم الثابتة. زيادة 100% الدار صالحة ابتداء من تعبئة 100 أوقية. موريتيل، عالم جديد بين يديك.